أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والسياحة والتجارة أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية ليست وليدة اللحظة، بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، حيث أجمعت رؤيتا البلدين 2030. مؤكدا بأنه من هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين واضحا، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي، ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد في البلدين الشقيقين، ليليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين المملكتين. في ذات السياق، أشار سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، ونوه إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي موجهة للقطاع الخاص بالدرجة الأولى، آملا بالخروج بتوصيات وقرارات تجسد رؤى المملكتين مبنية على قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة. وخلال المنتدى تم الترحيب بالتعاون المشترك بين الجانبين والذي تم من خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم حول دراسة جدوى تأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة متعددة المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذا المنتدى الذي يأتي تزامنا مع زيارة الميمونة لسمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية لبلده الثاني مملكة البحرين. طبعا مثل ما هو معروف، المملكة العربية السعودية تشكل الشريك الاقتصادي الأول لمملكة البحرين في قطاعات عديدة مثل القطاعات التجارية أو في التبادل التجاري أو في قطاع الاستثمار أو العقار. كما تحظى البحرين بتدفق سياحي كبير من المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر الجنسية الأولى من عدد السواح اللي يزورون مملكة البحرين. ووجود فعاليات مثل هذا المنتدى الذي يعقده المجلس الاقتصادي مجلس الأعمال السعودي البحريني يعزز هذه العلاقة ويبني عليها. القصد من هذه التجمعات أن احنا نستعرض فرص التعاون الممكنة في المستقبل، سواء من مشاريع أو من فرص اقتصادية وتجارية، وتسليط الضوء عليها بحيث نجعل منها قاعدة معلومة للمستثمرين من أنحاء العالم، خصوصا من المملكة العربية السعودية. الحقيقة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي علاقات راسخة، علاقات تاريخية يجمعها الجوار، يجمعها الأخوة والدين والدم. اليوم الحمد لله احنا نجد انه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هي بلد واحد، شعب واحد. التعاون الاقتصادي تعاون رائع موجود اليوم، ولكن نطمح الى مزيد، وان شاء الله هذا موجود. واليوم انا اشوف الحماس والاستعداد والارادة موجودة من رجال الاعمال في المملكة العربية السعودية وايضا في مملكة البحرين. مجلس الاعمال السعودي اليوم البحريني يجتمع اليوم ونعمل على مناقشة اي معوقات يعني تحول دون تطور هذا العمل، ايضا على على على, على على صنع وخلق محفزات للجانبين. بس بالسعودية بالذات مع خطة 2030 في المملكة العربية السعودية وكذلك البحرين، احنا نشوف هناك في فرص، ونبقى اقتصاد البحريني الوطني يكون متناغم مع خطة المملكة العربية السعودية ومكمل لخططهم. لذلك هناك كثير من الفرص للقطاع الخاص، وهو اللي راح يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، والتعرف على المشاريع المشتركة سواء كانت في الصناعة أو في الاستثمارات العقارية أو كانت في السياحة، هذه كلها فرص ممكن إخواننا رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والبحرينيين كذلك يتعرفون ويدخلون في شراكات لانتهاز هذه الفرص والدخول في هالمشاريع، وهي طبعا راح يعكس إيجابا لخلق وظائف إيجابية في الشباب البحريني. المنتدى اليوم هو منتدى مجلس الأعمال السعودي البحريني ومنتدى مصاحب
لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمملكة البحرين. هذه زيارة تاريخية، ما في شك أنها زيارة مهمة. واليوم المنتدى مهم جدا أيضا، يوجد فيه مجلس رجال أعمال من كل الجانبين على أعلى مستوى. فيه طبعا بعض المشاريع اللي ربما تطرح وطرحت، فيه توقع اتفاقية اليوم بين المملكة وبين رجال الأعمال أو مجلسين وقعت، وهذه اتفاقية مهمة جدا لطرح الأفكار المشاريع ودراستها، ومن ثم البلورة الكاملة. والمستثمر إذا رأى أنها جيدة، هناك مستثمرين ربما يسوون شراكات سعودية بحرينية، وهذا المطلوب.